ثيرد كونديشنال. شنو معنى ثيرد كونديشنال؟ حالة ثالثة. يا حالة طيب. إذا إجت إف في بداية الكلام يجي براها باست بيرفكت. شو معنى باست بيرفكت؟ ماضي تام. ماضي تام منين يتكون؟ فاعل هاد والتصريف الثالث للفعل. هاي تعتبر مميزة. ليش؟ لأنه كم مرة عندنا ماضي تام؟ بس فاعل فارز بالوسط زين عيني فاعل ود أو كود وحتى مايت بس مايت ما تجي ود وكود شو يجيب براها لازم هاف تصريف ثالث للفعل. إذا هذه جملة رقم واحد وهاي جملة رقم إيش قلت؟ رقم اثنين. إذا أجت إف بالبداية ماضي تام ثم ماضي تام شرطي ود هاف تصريف ثالث للفعل وإذا أجت إف بالوسط وراها إيش راح يجي؟ ماضي تام قبلها فاعل ويد هاف وتصريف الثالث للفعل. زين عيني شلون نميز هاي الحالة عن بقية الحالات؟ من يقدر يشرح لنا؟ ماضي تام اي بابا ماضي تام اي بعدنا هاف بعدنا وتصريف ثالث تصريف ثالث للفعل. حسنين شنو فكرتك؟ ماضي تام ممتاز. يعني انت هسه شو تقول لي؟ بتقول لي استاذ احنا من نشوف الماضي التام مليون بالمئة يا حالة ثالثة ومن نشوف الماضي التام الشرط ذاك ايضا مليون بالمئة ثيرد كونديشنال لان الماضي التام من هاد وتصريف ثالث الفعل بس هاي الحالة بيها ماضي تام والماضي التام الشرطي وذ هاف تصريف ثالث الفعل بس هاي بيها ماضي تام شرطي. مثال رقم واحد عينك الصدوق نمبر 1 If I had none, it was raining when I left فارزة I بين قوسين bring an umbrella هذا جانب 2018 الدور الثالث. هذا مثال وزاري إجابة. يلا هذا الطالب يقول لي الدليل الفلاني فنحلها بشكل التالي أي بابا؟ لا عندنا ماضي تام. أحسنت. هذا تصريف ثالث للفعل اللي هو هذا. إذا وين الفعل اللي نشتغل عليه؟ برينج. إيش راح يصير؟ الود والتوكد. أي شو يصير؟ ود إيش الكود؟ ود شنو؟ ود هاف والبرينج شنو التصريف هذا الفعل مالته؟ بروت ود هاف بروت ود هاف بروت طاني ماضي تام شطيته ود هاف تصريف ثالث للفعل. نمبر 2 أيضا وزارية اجتنا بال 2018 الدور الثاني نمبر 2 We not eat, we بين قوسين not eat at that restaurant, at that restaurant if we had none, if we had none. شنو طيني؟ Had none. It was so expensive. It was so expensive. المهم هم correct the verb. شو معنى correct the verb؟ صحيح الفعل. يلا ايش راح نقول هنا شباب؟ وين الاف اصلا؟ الاف وين جايه؟ بالوسط وراها ماضي تام. هذا الماضي التام. ايش بقى لي؟ would have تصريف ثالث نفي لو مثبت؟ نفي. اذا ايش راح نقول؟ wouldn't wouldn't have eaten. شوف wouldn't have eaten هذا هو الطريقة الصحيحة. كتبوا لنا يا شباب.